وينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع من برلين مراسل قناة A24 نيوز في القارة الأوروبية عبد الرحمن عمار. مرحبا بك عبد الرحمن. إذا قرار روسي ربما يقرأه البعض مفاجئا، ولكن ألا يمكن للقارة الأوروبية أن تتفهم هذه المخاوف الأمنية لروسيا من الأمر مجرد حجج واهية كما تصفه القارة الأوروبية برمتها الآن؟ الأوروبيون من البداية يقولون بأن روسيا تستغل ملف الغاز وملف الغداء كورقة سياسية، وهذه المخاوف من وجهة نظر أوروبية تأكدت مرة أخرى بعد إعلان روسيا وقف اتفاقيات الحبوب، وهو ما تم التنديد به والتحذير منه. التحذير منه ليس على الأوروبيين بل على الأمن الغذائي العالمي ككل. لذلك هناك مناشدة للعودة إلى هذا الاتفاق من جهة. ومن جهة ثانية الأوروبيون كما اقترحت بولندا يتدارسون سبل أخرى لنقل الحبوب الأوكرانية برا، يعني عدم الاضطرار للتعاون مستقبلا مع روسيا بهذا الصدد. عدم الاضطرار للتعامل مع روسيا، ولكن بالمقابل كما يبدو روسيا يدها الطولة في هذا الموضوع. بالمقابل هي تتحدث اليوم على لسان مسؤولين كبار فيها أنها مستعدة مرة أخرى لفتح باب النقاش مع الأوروبيين ومع الغربيين وبالتحديد مع واشنطن. يمكن أن يكون هذا الملف ملف الحبوب وسيلة ضغط أخرى من أجل أن تخضع لربما هذه الجهات المختلفة سواء أوروبا أو الولايات المتحدة إلى المطالب الروسية. إذا رأينا الخطاب الروسي مؤخرا فهو ذاهب إلى التصعيد بسبب بطء تقدم العمليات العسكرية ميدانيا، بداية باتهام أوكرانيا بالتحضير لاستخدام القنبلة القذرة، ثم باتهام البحرية البريطانية بالوقوف وراء انفجار أنبوبي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ثم أيضا اتهام أوكرانيا بقصف مواقع نقل الحبوب في شبه جزيرة القرم وأيضا في سواحل البحرية هناك. وتأتي الآن قضية الحبوب فيما يعطي الانطباع بأن تركيا تستغل كل الأوراق من أجل الضغط على الأوروبيين، لأن على الميدان لا تتقدم والمعركة تشتد بسبب استخدام الأوكران لأسلحة غربية متطورة. قلت تركيا وربما سهوا عبد الرحمن، ولكن تركيا كانت جزءا من هذا الاتفاق، هل علقت على الموضوع؟ نعم محمد سهوا، المقصود هو أوكرانيا، وتركيا التي كانت طرفا في الموضوع علقت بكل تأكيد وقالت بأنها تتواصل مع الطرفين، نفس الشيء تقوله الأمم المتحدة. لكن الأوروبيين طبعا مقتنعون ويريدون استئناف العمل، والكرة في ملعب روسيا هي التي يجب أن تتراجع عن هذا القرار وتعود إلى العمل بالاتفاقية في مصلحة فقراء وجوع العالم، يقول كثيرون. إذن هذا ما يقوله كثيرون، ولكن روسيا انسحبت من هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال ربما سيلجأ مرة أخرى إلى موائد النقاش من أجل إحياء هذا الاتفاق على الأقل من أجل سد هذه الثغرة، ثغرة الجوع التي بدت تنهش ليس فقط بقارة عن سواها وإنما بالعالم أجمع. أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن عمر مراسل قناة A24 نيوز في القارة الأوروبية على كل هذه المعلومات.